السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة السادسة في مادة الفيزياء الإلكترونية، ونحن نشرح بها موضوع الـ Exact Differential Equations، وبعدها نحن نأخذ أمثلة متعددة على الـ Exact Differential Equations. يمكن تمثيل الـ Exact Differential Equations كما في المعادلة التالية: M capital X for the Y dx زائد N capital X for the Y dy يساوي صفر. نقدر نعتبر بأنه الـ Equations مالتنا Exact Differential Equations إذا تحقق الشرط التالي: بارشر ام على بارشر واي راح يساوينا البارشر ان على بارشر اكس. لحل المعادله التفاضليه من نوعيه الاكزاكت ديفرنشال ايكويشنز راح نطلع الاف اوف الاكس واي تساوي لنا تكامل الام كابيتال اكس فار ذا واي دي اكس يساوي لنا كونستانت عندما تكون الواي تساوي لنا كونستانت، او نطلع الاف اوف الاكس واي يساوي لنا تكامل ان كابيتال اكس فار ذا واي دي واي يساوي لنا كونستانت عندما تكون قيمه الاكس وكونستانت، ومن ثم راح نطلع الجي برايم الواي حسب المعادله التاليه: بارشر اف على بارشر واي زائد جي برايم الواي راح يساوي لنا الان اكس فار ذا واي، ومن ثم راح نطلع الجي واي من خلال تكامل قيمه الجي برايم الواي دي واي، او نطلع الجي برايم الاكس من خلال المعادله التاليه اللي هي بارشر اف على بارشر اكس زائد جي برايم الاكس يساوي لنا ام كابيتال اكس فار ذا واي، ومن ثم نطلع قيمه الجي اكس اللي يساوي لنا تكامل الجي برايم الاكس دي اكس، ومن ثم نجد قيمه الاف اوف الاكس واي اللي يساوي لنا اف اوف الاكس واي اللي طلعناها من خلال المعادله الاولى او المعادله الثانيه زائد جي واي أو جي اكس. ناخذ اكزامبل واحد: سولف 2xy زائد كوساين اكس دي اكس زائد اكس تربيع دي واي. نعتبر ام كابتر اكس فار ذا واي يساوي 2xy زائد كوساين اكس، ونعتبر ان كابتر اكس فار ذا واي هو الاكس تربيع، ومن ثم نشيك هل انه المعادله مالتنا هي اكزاكت او لا من خلال حساب البارشر ام الى البارشر واي. راح تطلع النتيجه مالتي تساوي 2x، ومن ثم نجد البارشر ان الى البارشر اكس ايضا ساوت ان 2x عندما تكون بارشر ام الى بارشر واي ساوان البارشر ان الى بارشر اكس. نعتبر الايكويجن مالتنا هي اكزاكت، ومن ثم نحل معادله الاكزاكت ديفرنشال ايكويجن بتطبيق المعادلات التاليه. راح نجد ال f x فار ذا واي من خلال تكامل ال m كابتر x فار ذا واي دي اكس يساوي لنا كونستانت. نتخلي قيمة ال m اللي وجدناها بداية حل السؤال f of ال x y يساوي لنا تكامل 2 x y زائد كوساين x دي اكس. ال y قيمته ثابتة ما لها علاقة بالتكامل، نطلع برا فنجد تكامل 2 x دي اكس زائد تكامل كوساين اكس دي اكس، فراح تكون الاف اوف الاكس واي مالتنا راح تساوي لنا الواي اكس تربيع زائد ساين اكس، ومن ثم نجد الجي برايم الواي من خلال تطبيق البارشر اف الى بارشر واي زائد جي برايم الواي تساوي لنا ان اكس واي بارشر على بارشر واي، ثم نضع قيمة الاف اللي طلعناها قبل شوية اللي هي واي اكس تربيع زائد ساين اكس زائد جي برايم الواي تساوي لنا اكس تربيع. اذا نشتق الفانكشن مالتنا بالنسبة للواي اللي هي واي اكس تربيع زائد ساين اكس راح تطلع لنا المشتقة بالنسبة للواي هو اكس تربيع زائد جي برايم الواي يساوي لنا اكس تربيع، فطلع لنا جي برايم الواي قيمته تساوي لنا صفر. ومن ثم نجد تكامل ومن ثم نجد جي واي اللي هي تساوي لنا تكامل الجي برايم الواي دي واي. مثل ما نعرف بانه الجي برايم الواي طلعناه قبل شويه قيمته تساوي الصفر، فنجد تكامل الصفر دي واي، ومثل ما نعرف بانه تكامل الصفر بالنسبه للدي واي هو كونستانت، فراح تكون عندي الاف اوف الاكس واي هي اف اوف الاكس واي القديمه مالتي اللي هي واي اكس تربيع زائد ساين اكس زائد الجي قيمه الجي واي اللي طلعناها قبل شويه
هي قيمتها تساوي ان كونستانت فنزيدها من الكونستانت. Example 2 solve x تربيع زائد y تربيع dx زائد 2 x y زائد كوسان y dy يساوي لنا صفر. نعتبر الام كابتر x فرزة y هو x تربيع زائد y تربيع اللي هو اول مقدار، ونعتبر الان هي ان كابتر x فرزة y هي 2 x y زائد كوسان y، ومن ثم نحسب البارشر m الى بارشر y وبارشر n الى بارشر x. اذا طلعت قيمها متساويه فنعتبر الكويجن مالتنا هي اكزاكت. فاذا حسبنا البارشر ام الى بارشر واي تطلع لنا 2 واي، واذا نحسب البارشر ان الى بارشر اكس ايضا تطلع لنا قيمته 2 واي. اذا الديفرنشال ايكويجنز هي اكزاكت. اكو طريقتين لايجاد قيمه الاكزاكت ديفرنشال ايكويجنز. الطريقه الاولى نجد الطريقة الأولى نجد اف اوف الاكس واي يساوي لنا تكامل الان كابتر اكس فارزا واي دي واي، فتطلع لنا الاف اكس فارزا واي يساوي لنا تكامل 2 اكس واي زائد كوسان الواي دي واي، عندما اكس تكون كونستانت فيطلع لنا الاف اوف الاكس واي. نطلع الاكس برا التكامل لانه احنا كان بالنسبة للواي، فنحسب تكامل 2 واي دي واي زائد تكامل كوسان واي دي واي، فطلع لنا نتيجة الاف اوف الاكس واي يساوي لنا اكس واي تربيع زائد ساين الواي. ومن ثم نطلع الجي برايم الاكس من خلال بارشر اف الى بارشر اكس زائد جي برايم الاكس يساوي لنا الام كابتر اكس فارزا واي. اذا نشتق الفانكشن مالتي هاي الفوقانية اللي هي اكس واي تربيع زائد ساين واي بالنسبة للاكس، راح تطلع لنا نتيجة البارشر اف الى بارشر اكس يساوي لنا واي تربيع، خلينا بالمعادلة مالتنا زائد جي برايم الاكس يساوي لنا الام كابتر اكس فارزا واي مقداره هو اكس تربيع زائد واي تربيع، فيطلع لنا جي برايم الاكس يساوي لنا x تربيع. ومن ثم نطلع ال j of ال x اللي هي تساوي لنا تكامل j برايم ال x dx، فحيكون عندي g x يساوي لنا تكامل j برايم ال x طلعناه قبل شويه مقداره هو x تربيع، فاذا كاملناه بالنسبه لل dx راح تكون نتيجه التكامل مالتي x تكعيب تقسيم 3 زائد كونستانت. فالاف اوف الاكس واي الحل معادله التفاضل هي اف اوف الاكس واي القديمه مالتي زائد جي اوف الاكس. الاف اوف الاكس واي طلعناها بدايه حل السؤال هو اكس واي تربيع زائد ساين الواي زائد الجي اوف الاكس قيمته اكس تكعيب اي 3 زائد كونستانت. الطريقة الثانية نجد اف اوف الاكس واي يساوي لنا تكامل ام كابتر اكس فارزا واي دي اكس، فاف اوف الاكس واي راح يساوي لنا تكامل الاكس تربيع زائد واي تربيع بالنسبة للدي اكس، فراح تكون اف اوف الاكس واي يساوي لنا تكامل الاكس تربيع دي اكس زائد تكامل الواي تربيع دي اكس، فيطلع ان الاف اوف الاكس واي يساوي لنا ثلث اكس تكعيب زائد اكس واي تربيع. ومن ثم نجد الجي برايم الواي اللي هي تساوي لنا بارشر اف الى بارشر واي زائد جي برايم الواي يساوي لنا ان كابتر اكس فارزا واي. فاذا عوضنا البارشر بارشر على بارشر واي بقيمه الاف اللي طلعناها قبل شويه هي الثلث اكس تكعيب زائد اكس واي تربيع، حتطلع لنا البارشر اف الى بارشر واي هو 2 اكس واي، فنعوض 2 اكس واي زائد جي برايم الواي تساوي لنا شنو قيمه الان كابتر اكس فارزا واي اللي طلعناه بدايه السؤال، تساوي لنا ان اكس تساوي لنا 2 اكس واي زائد كوساين واي، فيطلع لنا جي برايم الواي تساوي لنا كوساين واي. ومن ثم نجد قيمه الجي واي تساوي لنا تكامل جي برايم الواي دي واي، فجي واي يساوي لنا تكامل الجي برايم الواي طلعناه قبل شويه يساوي لنا كوساين الواي دي واي، تكامل كوساين الواي هو ساين الواي زائد كونستانت.